جائحة كورونا يعني اجتاحت العالم أجمع، والسودان كان له نصيب في هذه الجائحة. ومطلوب من كل المواطنين العمل الجماعي، العمل الجماعي بالالتزام بالضوابط الاحترازية، بالالتزام بالضوابط الصحية، بالالتزام بالحظر المنزلي وغيره. ويمكن في بحري في شنبع تحديدا برضو كانوا مهتمين جدا بأنهم هم يحاولوا يعني يقضوا على هذه الجائحة بشتى الصور الممكنة والمتاحة من خلال العمل الجماعي. هنتحدث في هذه المساحة مع الأستاذ أمل تاج الدين الجيلاني، منسق وأمين مال مبادرة شنبات ضد الكورونا. هنتعرف على تفاصيل هذه المبادرة شنبات ضد الكورونا. أهلا ومرحبا بك أستاذ أمل، وصباح الخير عليك. أهلا وسهلا. بداية كذا ننور المشاهدة الكريمة عشان أكون معنا في الصورة. معروف أنه لجان المقاومة في كل السودان عندها أدوار عظيمة في الفترة دي بالتحديد، لكن في شنبات برضو كان عندها الأسبقية منذ اجتياح جائحة كورونا السودان بدخولها، زي ما ذكرنا أنه فتح المعابر فتح المطارات وأثر سلبا على الوضع الآن في السودان. فكيف أنتم طوال انطلقتوا من دور المسؤولية المجتمعية أنكم تنشؤ هذه المبادرة من أجل التطوع كمان والتدريب ونشر الوعي والثقافة؟ طيب بداية يعني العالم كله كان متابع هو الحاجة الحاصلة في الدنيا، وكان الحل الوحيد أنه ما تتفتح أي معبر ولا يتفتح أي مطار يعني. لكن حصلت الحاجة دي، اتفتحت المطارات، دخلوا الناس، وحتى ما يلتزموا بأنهم يحجروا نفسهم ولا كده، وقدروا سافروا يعني حتى من الخرطوم مشوا قراهم يعني. فبدأت تظهر الحالات بتاعت الكورونا دي. فإحنا في تجمع أبناء شنبات اللي هي دي لجنة المقاومة في شنبات، بدأنا نفكر في إنه إحنا كيف نتصدر الكورونا دي قبل ما توصلنا في شنبات. إحنا نبدأ نعمل شنو؟ اللجنة الطبية في التجمع وله السبق دكتور عمر حسن ربنا يديه الصحة والعافية، هو في السعودية طبيب، يعني بدأ يفكر في الحاجات دي إنه إحنا نعمل كيف، نشتغل شنو، عمل كان خطة طبية كاملة بالنسبة للعيادة يعني هسه إحنا بقينا فيها. يعني تجمع شنو؟ تجمع أطباء سنان وتجمع مع المبادرة؟ تجمع أبناء شنبات ضد الكورونا. دي لجنة المقاومة حقتنا اسمها كده، اسمها تجمع أبناء شنبات داخل وخارج البلاد يعني. يلا اللجنه دي او التجمع ده الافراد بتاعينه، ما احنا كلنا كنا هنا يعني، في ناس سافرت، في ناس قاعده لسه في البلد، في ناس منضميه من شنبات ذاتها في اللجنه دي. دكتور عمر ده كان معانا ولحد فضل الاحتصام، احنا كلنا كنا مع بعض في القياده، وبعدها جاته فرصه انه سافر يعني طلع برا، لكن متابع وقاعد مع الناس يعني. ف الناس قامت بدت بانها تعمل الخط بتاع انتاج معقمات وتشتغل توعيه. اذا عملت ورشه صغيره في مؤسسه شنبات الصحافيه الاجتماعيه النيمه، كان فيها حضور يعني اباوت 25 نفر. الورشه قام بها الدكتور طاهر عبد الرؤوف نائب اخصائي امراض الدم، دكتور ايمان راشد هي صيدلانيه. كيف التوعيه ذاتها وتكلم عن المرض وكيف نوعي الناس وكده. وبعدها كان في معقمات مجانيه قمنا وزعناها على الدكاكين والافران يعني. بعديها بعدها بقينا طوالي في الحملات الراتبه بتاعت التوعيه دي، اشتغلنا في موقف شندي، اشتغلنا في دار المعاشين في شنبات، اشتغلنا في المزارع بتاع شنبات الورا دي بالذات لانها فيها المزارع بتاعت اللبن، وكيف انه يعني اهم حاجه انه الناس تنبه الزول بتاع اللبن ده ذاته وهو بشيل ووزع على الناس كلها، يعني الزول ده لو مصاب معناها حيعدي صحيح سلسله طويله جدا من البيوت معاه. فوزعنا لهم معقمات مجانيه، الشغل ده قام يترفع في الـ في الـ في الميديا في جروبات شنبات وكده، فطوال ابناء شنبات بالخارج يتفاعلوا معاه طوالي، وجانا دعم كبير منهم. وبيه قمنا عملنا الحمله بتاعت عندك خط ما عندك شيء دي، الحنجية في محور اخر. لكن خلينا نتكلم بما انه هي المبادره مبادره شنبات ضد الكورونا، عايزين نعرف الفكره والاهداف بتاعتها. يعني احنا حاليا ذكرنا الخطة اللي اتبعتوها او بديتوا بها المبادره، عايزين نعرف برضو الفكره والاهداف اللي انتم وضحتوها تحديدا لهذه المبادره. طيب الفكره انه هو المرض اساسا ما عنده علاج. احنا الحل كان في التوعيه دي، وانه الناس تكون عامله احتياطات للوقايه يعني. فدي الخطه الاساسيه اللي الناس اشتغلت عليها. يعني الناس اشتغلت في تصنيع المعقمات، اشتغلت توعيه، اشتغلت تعغيم للمساجد والافران والدكاكين،
ودي بتتم كانت بصوره راتبه لحد ما جات المرحله بتاعت انه اتمنعت الصلاه في الجوامع في المساجد. اي فقمنا وقفنا التعليم على اساس انه الناس ذات تجيف. طبعا هي دي مشكله كبيره في السودان يعني الاجتماعيات والعلاقات دي التجمعات. اي يعني دي صعبه شديد يعني. فالفكره اساسا يا هو نتبع سبل الوقايه بننبه الناس يا اخواننا يعني وقفوا المناسبات دي ذاتها كانت فيها مشكله يعني فهمنا عليه اللي قال طيب في المناسبات يعني الناس يكون عندها معقمات يكون في تباعد في كمامات كده صحيح. ف يعني الموضوع هو بس طويل شويه في السودان هنا انك تقنع الناس انه والله يا اخواننا يعني ما تسلموا على بعض من الان ما مقتنع بنقول واضحين في حاجات كثير يعني صعبه شديده استاذ امل يعني كلامك طيب حتى اقناع الشعب السوداني باهميه التوعيه وشهاده التباعد الاجتماعي قد تجد صعوبه كذا خاصه انه بين واقع حقيقه معاشه لو عن مبادره في شنبات واهالي شنبات وشباب شنبات وليان المقاومه في عمليه التدريب لانه نحن لما نقول تدريب معناته انت بتدرب كادر وهو بيدرب لك غيره يعني ابو عليه غيره من الناس فعمليه التوعيه مشتركه فكيف انتم بتقوموا بالعمل التطوعي ده؟ هل عندكم برامج معينه بتتبعوها اسبوعيه راتبه عمليه الارشاد في ظل جائحه كورونا؟ هي من الفتره الاولى كانت كلها مثلا يهاوي ورش التوعيه دي بعدك الناس اللي حضرت لمنوا لفئه معينه يعني ولا للعام يعني التوعيه هل ابناء شباب في الحي بيوعوا بالمكبرات ولا انتم بيكون في اجتماعات دوريه بتدربوا ناس عشان يمشوا وعي البقيه يعني. احنا سواء كان في التجمع او بعد ذاك الجزء السير المبادره يعني اللي هي كان بتكون في اجتماعات ثابته بانه احنا بنضع الخطط اللي احنا المفروض نشتغل عليها شنو يعني المره الجايه المفروض يحصل كده المفروض احنا في الاسبوع الجاي يكون في كده فالناس مثلا اللي بيشتغلوا في الحملات دي بيكونوا عارفين انهم هم حيتكلموا في شنو تحديدا يعني ايوه حسب الزول اللي انت بتتكلم معاه وذاته يعني اللي انت الزول واقف قدامك ده كل زول عنده طريقته انت تتكلم معاه يعني في زول ممكن يتقبل لك الكلام في زول ما بيتقبله في زول انت بتجيبه بطريقه ثانيه الشباب تقنعهم بانه يا اخواني انتوا ممكن ما تصابوا لكن انتوا حتاذوا الناس الكبار اللي قاعدين أيوة. في البيت يعني كده ف يعني الطرق كانت مختلفه يعني القبول يعني كانت في قبول مرات في مرات ناس ما بيقبلوا في ناس هل الحياه في ناس بتقبل وبتكون مؤيدة الفكره بس ما بتتعاون في أيوة ناس عكس أيوة. طيب العمليه نفسها والفكره والمبادره يعني ما سهله يعني عشان تقوم بدور التوعيه وتقنع السكان واهل المنطقه بانه التباعد المجتمعي هو خير يعني حل لجائحه كورونا لانك انت ما تصاب وما تنقل العدوى عمليه ما سهله فبتطلب منك انه يكون في تعاون مع جهات مختلفه مثال المنظمات يعني هل كان في تعاون مع منظمات اخرى لينجح هذه المبادره؟ مثلا كان في ورشه بتاعت التوعيه في منطقه موقف شندي دي كانت بتعاون مع منظمه ريد اكشن هم اشتغلوا معنا التوعيه دي كان في يعني ثاني دي لان دي كانت اول الورش ثاني بالنسبه للشغل الباقي دي بقى في تعاون بيننا وبين اللجان بتحت الخدمات والتغيير في المنطقه يعني يعني لما نكون عاوزين حاجه مثلا من جهه معينه بنكتب لهم خطابات بتمشي بصدقوها لينا بنمشي نخاطب بها الجهات الثانيه اتعاوننا مع شركات كثيره في انها دعمت المبادره يعني في حاجات كثيرة يعني سواء كان أجهزة طبية أو معينات أو أدوات لكن هو كان العون الأساسي والثابت من أبناء شنبات بالداخل وبالخارج يعني إحنا بنرفع مثلا في الجروبات سواء واتساب أو فيسبوك إنه إحنا بحوجة للحاجة الفلانية بيقوم بيجينا الدعم إحنا طوالي بنوفر يعني الدعم كان معليش حمزة قطعتك الدعم كان بس لأهالي يعني أهالي شنبات المقيمين بالخارج ولا كان ممكن يزور من أي منطقة ثانية إنه هو يدعمكم أو دعمكم فعليا؟ إحنا في ناس يعني نقدم لهم الشكر يعني أنا عندي زوج صديقي طوالي كان من أول الداعمين أستاذ حسين مرغني زميلي كان هو لحد هسه في مدرسة كيكس هناك في ناس كتار يعني بدوا يدعموا في الفكرة يعني بيجوا من داخل وخارج شنبات لكن لأنه هي الفكرة أساسا يعني مثلا لمنطقة شنبات فالدعم الاكبر يا هو يجي من عشان ده كل الاشياء طيب استاذه امل احنا نتكلم عن شنبات نتكلم عن محيط يعني في احياء بالقرب من شنبات
بنتكلم عن جائحة كورونا كان انتشار المجتمع اللي بيكون كبير، يعني لا قدر الله لو كانت في حالات مشتبهة وحالات حقيقية في شنبات ممكن تنتقل تدريجيا لبقية الأحياء الأخرى المجاورة، فعايز أشوف شكل التنسيق ما بينكم ما بين لجان المقاومة اللي بتكون في الأحياء الثانية من شنبات وغيرها يعني، فهل عندكم رابط معين كذا بتوحدوا المبادرة عشان عملية التوعية؟ لأنه بحر ككل يعني ما سهلة يعني كبيرة. هي الميزة إنه بحري كانت من أول الناس اللي عملت تنسيقية بين لجان المقاومة اللي هي لجان أحياء بحري، يعني فأساساً أي لجنة بتاعت مقاومة عندها ممثل في لجان أحياء بحري، فسهل إنه نرفع الحاجة عبر ممثلنا للجان هناك بيوزعوها لكل اللجان، كل ممثل بيوري المنطقة بتاعته. فإحنا بالنسبة لنا هو في الصافية وفي الأراضي شمال وفي الشعبية وشبات الزراعة ورا، يعني تفاعل كيف يعني ما بيناتكم أنتم كممثلين للجان؟ هل بيحكسوا لكم برضو في اللجان اللي بتكون أيوة حاصة يعني أو كده؟ الممثل بتاعنا موصل بيتجاوزوا الأخطاء وكده، بيوصل أخبارنا وبيجيب لنا الأخبار بتاعت المنطقة المناطق الثانية. فبالنسبة للتعاون هو الناس كلها كانت شغالة في الخط بتاع بيقول ايش نوع الوقايه يعني أيوة. من الكورونا بيحاولوا ينسقوا الحاجات بيناتهم الممكن تتعامل النواقص الحياه بتكون مكتمله، فبكون في تعاون يعني دائما بيننا وبين باقي اللجان. يعني شكل التعاون تحديدا مع مؤسسه شنبات الثقافيه الاجتماعيه نيمة تحديدا، يعني نيمة دي هي كانت جريده مثلا بتعنى باخبار شنبات، ولما بيجي عندها مقر المقر بيجي بيستخدم للفعاليات الثقافية، يعني هي نشاط ثقافي أساسا بتقوم فيه كل الفعاليات الثقافية اللي بتخص المنطقة. فإحنا كان طلبنا منه هنا المقر بتاع النيمة على أساس أنه يكون مقر المبادرة، والإدارة وافقت وجينا استلمنا المقر تحديدا في أول يوم في رمضان كان في السنة دي. إحنا بدينا في شهر مارس كنا شغالين التوعية، جينا استلمناه وجينا وقعدنا عملنا الاجتماع ذاته. الأول اجتماع كان هناك جبنا حاجاتنا كلها، كانت الحاجات دي موزعة في البيوت يعني المعقمات والأجهزة أيوة. والشنو كده، فجينا والدائرة كانت كبيرة واحتياطات السلامة كلها. وفي نفس اليوم قمنا اكتشفنا انه واحد من الاطباء بتاعنا هو اصيب بكورونا وكان في مخالطين مباشرين وكلنا احنا بقينا مخالطين درجه ثانيه. فحجرتوا نفسكم طوالي؟ حجرنا نفسنا 14 يوم كان طوالي في خط ثاني استلم مننا كان جاهز فاستلم مننا الشغل في نفس اليوم. مثلا طوالي الشباب عبوا الطرمبات مشوا رشوا الحتت اللي كان بيقعدوا فيها كلها، عقمتوا الاماكن اللي كان الناس بتزورها في محل تواجد الطبيب يعني ذاته، والشباب اللي قاعدين معاه بيوتهم طوالي اتعقمت. والمهم يعني ان شاء الله هو بلغ الصحه لا الحمد لله احنا كلنا ما في زول حتى شعر بحاجه ولا هو ذاته يعني. طيب يا استاذه امل يعني الشيء اللي عجبني انه في تنسيق وفي اولويه، يعني لو اللجنه حصل الاولى حصل لها حاجه بتكون الاخرى هي جاهزه للتصدي. فالسؤال يعني يعني المعقمات دي هل بتم تصنيعها من قبل المبادره دي من قبل ابناء الحي، ولا برضه بيجيكم دعم من وزاره الصحه والارتباطات الصحيه الموجوده في محليه بحري؟ يعني عايز اشوف التنسيق ما بينكم كيف حتى يتوفر بالصوره المطلوبه ودعم كل شنبات او المجاورين لكم من الاحياء. طيب ارجع لك ورا شويه، المبادره ذاتها هي لما قامت كان جروب صغير يعني فيه احنا طلبنا من الاساس انه يا اخوان احنا هنعمل المبادره جروب اللي بيلتزم بالشغل يجي يخش معانا تطوع، لانه ايوه تطوع. فجبنا بدينا نضيف الاطباء بتاعين شنبات من برا، بدينا نفتش في كل التخصصات الطبيه، اطباء صيادله ممرضين بتاعين معامل، بعد ذاك جبنا الاداريين بتاعين جروبات شنبات في الفيسبوك كلهم كانوا معانا في الجروب دي، اللجان الشغاله في شنبات ذات الثانيه برضو وفرنا الناس يكونوا معانا، يعني في جروبات كثير شديد شغاله في شنبات. الجروب على اي منصه؟ الفيسبوك ولا الواتساب اللي بدا؟ في واتساب. اوكي احنا عندنا هسه صفحه حاليا في فيسبوك، لكن اساسا بدينا بالواتساب. فمن الجروب ده لما ما شاء الله بقى ماشي زايد قامت طوالي اتفصلت منه جروبات، بقى في جروب كامل بتاع اطباء في جروب بتاع صيادله في جروب بتاع تخصص على حسب التخصص. ايوه فروع من الجروب الرئيسي. ايوه كله جروب عنده يعني مهامه اللي بيتكلم فيها، بس بيرفعوا
في جروب الاداره انه الحوجه كده في الحته الفلانيه. لكن انا اقصد الحوجه الفعليه يعني المعقمات والمحاليل الكحوليه. أيوة. دي هل بيتم تصنيعها ولا بيجيكم دعم كده؟ ده جروب الصيادله. أه. ده يلا احنا في الاول كانت مع ايمان راشد، كان بعد ذلك بقى دكتورة طاهر نعمان. يومها اشتغلنا وانا كنت مساعد صيدلي مع دكتورة طاهر عبد الماجد. دي المعقمات اللي احنا بنعملها، الفورمولا هي بتاعت الـ WHO بقيادة دكتورة سلمى محمد إبراهيم، هي كبيرة الصيادلة في مستشفى بحري، تحية ليها. جروب الأطباء بقيادة دكتور عمر اللي هو مؤسس الفكرة يعني، رغم انه في الاكبر منه يعني الله يديه الصحه والعافيه، معانا كميه من الاطباء. كبير الممرضين عندنا دكتور محمود حسب الرسول الشهير بابو قرده. بعدين عندنا في تعاون بين الجهات الثانيه، يعني احنا بنطلب كان مع معقمات من منظومه الصناعات الدفاعيه. دي جاتنا منها معقمات وجاتنا منها جركانات بتاعت معقمات اهل الرش، دي كان جاتنا منها. وزارة الصحة كان مرة جات ممثلين منها لحصر الوفيات، يعني احنا في شنبات دي فجأة جات كان في كمية من الوفيات كبيرة شديد. يعني عندنا لجنة بتحت المقابر دي شغلها بس منطقة المقابر، بصينوا المقابر، بيعملوا الشواهد، بدقوا الطوب، كل جمعة الناس بتمشي هناك بتشتغل، فعندهم رصد ثابت. يعني معانا باشمهندس عز الدين جون قاعد معانا برضو في الجروب، فلما جو مثلا وزارة الصحة ولقوا الرصد ده قالوا احنا الرصد ده ما لقانا نهاية، يعني أيوة. انه تكون في نسبة وفيات. ايوه رصد العز الوفيات في المنطقة. احنا اللجنة دي شغالة من زمان. جميل. يعني بيرسلوا رسائل بالوفيات لما يكون في زول توفى، بيرسلوا بالوسائط انه في وفاة كده 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 كده. لما لقوا الحاجة دي اتبسطوا منها شديد وقالوا لنا يعني انتوا لو محتاجين اي حاجة حلو احنا بنجيبها لكم، فقاموا جابوا لنا معقمات وكمامات وقلفزات وكده. الفكرة دايما لما تكون كبيرة بتولد افكار ثانية مختلفة. من الفكرة العميقة بتاعت المبادرة كان في فكرة ثانية، فكرة عندك خد ما عندك شيء. دايرين نعرف الفكرة دي وهل هي لقت نجاح وحققت نجاح ولا لا؟ دي الحملات اللي احنا اشتغلناها. يعني احنا بعد الشغل الاول اللي عملناه، أول مرة عملنا معقمات كان دعمها من تجمع أبناء شنبات، بعد ذاك يهودا عمونا أبناء شنبات بالخارج، بقت أي حاجة بتترفع عندنا في شكل حملة. يعني كان عندنا حملة عندك خد ما عندك شيل، عملنا المعقمات دي. المعقم إحنا كان بنبيعه بسعر 30 جنيه اللي هو سعر رمزي شديد في الوقت، المعقم ب 50 و 100 وحاجة يعني. أيوة معقم 80 ملي بسعر 30 جنيه. جميل. ده اتوزع كان ب 10 جنيه، كان النقاط اللي هي لجان الخدمات والتغيير في الاربع مناطق في شنبات، شماليه، شرقيه، جنوبيه، غربيه. فده وزعنا فيه كميه كبيره شديد يعني من المعقمات. بعديه جات الحمله الثانيه، كان داخل رمضان، ففكرنا انه الناس حتتاثر، كان الفتره تحت الحظر اول ما طلعت. صحيح. فالناس حتتاثر بالحظر دي، فقمنا فكرنا انه نعمل لهم كيس بتاع تموين. كيس التموين برضو طلعت له حملة عندها اسمها أبقى جارك، فالناس برضو يتبرعت، عملنا كيس بتاع التموين وزعناه. جات الفترة بتاعت في رمضان دي بدأت تظهر يا هل الوفيات الكثيرة دي، وعندنا كمية من الأهالي في شنبات. الواحد كان بتضايق بيمشي يفتش مستشفى عشان يلقاها، يعني مرات يلقاها ومرات ما يلقاها، والناس بتموت في العربات يعني كان. فقمنا عملنا حملة بتاع توفير أسطوانات أكسجين سميناها من أحياها. يا سلام. فبين يوم وليلة إحنا رفعنا الحوجة إنه إحنا عاوزين حق العشر أسطوانات اللي هي كانت 100,000، القروش دي في اليوم الثاني كانت 300,000. يا سلام. فإحنا قمنا جبنا العشر أسطوانات واشترينا المنظمات بتاعاتها واشترينا ماسكات، لأنه الواحد بيجيب شيء بشنو المنظم، الماسك طبعا ديسبوزبل مرة واحدة. صحيح. فدي كانت حملة اشتغلنا عليها. بعد ذاك لما عدى رمضان برضو كانت نفس المشكلة لا تزال، انه احنا لحد هسه الناس من شنبات بتطلع، الصافية بقت مركز بتاع عز، طوارئ ما بتستقبل، البراحة طوارئ ما بتستقبل، بحري برضو يعني فيها بين انك تلقى وما تلقى. فبقينا الخطة الماشية انه احنا لازم نفتح العيادة دي. كان فكرة العيادة. فالعيادة عشان احنا نبداها قمنا برضو عملنا حملة اسمها ايدك على ايدي،
رفعناها. العيادة نفسها يعني إذا أنت بتتحدثي عن إنه المستشفيات كما معروف هو كانت ما بتستقبل أي حالات والطوارئ بتستقبل، حدثينا بالتفصيل عن مفهوم العيادة أو يعني العيادة اللي أنتم قمتوا بها، المكان المقر كان وين، وكيف قمتوا بتجهيزه بالسرعة دي، ويعني عشان تستقبلوا فيه كل الحالات. أعتقد إنه ده يعني مجهود مقدرة يعني لابد إنه يذكر يعني. هي العيادة في نفس مقر المبادرة في النيمة، النيمة دي فيها مبنى كبير كده، هاي فيها قاعة شكل L كده، كنا دي اللي احنا خاتين فيها حاجاتنا، وفي صالة صغيرة، فاحنا قمنا شلنا معقماتنا وعدتنا مشينا رحلنا في الصالة اللي هناك دي، وخدتينا الأكسجين وخدتينا حاجاتنا، وفيها مطبخ صغير. نشكر الشركة كثير الشكر وجزيل الشكر لشركة كوفتي، دعمتنا كثير في المطبخ دي، بالإضافة يا هو للدعم من الشمبات، ربنا يجزيهم الصحة والعافية. كل زول جاب حاجة، في ناس جابت مواد عينية، في ناس لحد الليلة بيجيبوا فطور، شاي قهوة غيره كده، رغم انه احنا حاسه ده بيجي بند ثابت، انه احنا المطبخ بالصالة دي عندها قروش بتطلع تسييرة يعني. بالنسبة للعيادة احنا فضينا القاعات دي بتحت النيمة، القاعة الكبيرة بقت عبارة عن عنبر مقسوم ثلاثة سراير للنساء وثلاثة سراير للرجال، عندنا صيدلية، عندنا معمل، عندنا طبيبين بيكونوا مناوبين عموميين. العيادة هي في الأساس عيادة بتاع الطوارئ، يعني للحالات الطارئة فقط. حالات طارئة في شنبات فقط ولا ممكن تستقبل المحيط؟ يعني استقبلنا محيط شنبات. احنا من الأول لما فكرنا قلنا يعني نفس المشكلة اللي احنا واقعين فيها، انه احنا ما بنلقى إسعاف للناس اللي بتطلع من شنبات، معناها كل المناطق اللي حوالينا أي زول برضه حيتضايق حيجي عندنا، فاحنا كنا خاتين في بالنا الحتة دي. فالعياده شغاله اساسا طوارئ، لكن هسه يعني الناس بقت بتيجي تداري قيس الضغط، تداري قيس السكري. الاختصاصين موفرين من وين؟ هل من نفس اللجنه الاطباء اللي كانوا في جروب براهم؟ هم متطوعين بيقسموا الوقت على حسب الجدول؟ نفسها، هي العياده مسائيه اساسا. الصباح اساسا من المراكز الصحيه شغاله. احنا في الاول سوري عافيه. احنا في الاول كنا مجتهدين في انه العياده تكون في المركز الصحي ذاته، بعد ذلك لقينا الإجراءات طويلة على أساس إنه إحنا نشتغل فترة مسائية هناك، فقلنا هو فينا قاعدة في النيمة طوال. لكن السؤال يا أستاذة أمل، أنت تكلمت قبل عن المعقمات والأسعار الرمزية اللي ممكن تكون بأسعار المعقمات والكحول بتحت النظافة، يعني هل العائد ده هو بيشكل يعني العائد اللي بيجي من المعقمات بتضيفوه لبقية الاحتياجات الأخرى؟ يعني إحنا لو تكلمنا عن مثال للأسر المتعففة، يعني الكورونا ألغت بظلال على كل الأسر، الأسر المتعففة الحصر بيتم كيف؟ ده سؤال أول، العائد والحصر بيتم كيف بتاع الأسر المتعففة؟ هل عندكم لجنة مخصصة إنه تحصر المحتاجين عشان تقدم لهم يعني المساعدة بكل سهولة؟ في لجنة مثلا بتحت الزكاة، دي شغلها برضو مع لجان الخدمات والتغيير اللي هي اللجان الشعبية سابقا، دي إحنا استعنا بها، وزاتة من الليستة زاتة نقحنا، شفنا يعني أكتر حوجة الناس الأكتر حوجة دي اللي إحنا قدمنا لهم المساعدة، على أساس إنه لو جات بعد ذاك لجنة الزكاة قدمت مساعدة يكونوا دي اللي على الأقل يعني يتلحقوا يعني الناس الأكثر حوجة. بالنسبة للعوائد بتحت المعقمات دي بتدور بس في الحتة دي، يعني المعقمات اللي إحنا بنصنعها نشتري الكحول بنشتري المواد الثانية كده، فالعائد بتاع ده طوال بنرجع بنشتري به كحول ثاني كده، وده القصد كان الاساس يعني. بعدين طبعا هسه هي الاسعار، يعني احنا مثلا من الاول احنا الحاجات دي كان بنشتريها ذاتها باسعار معقوله، الاسعار هسه بقت ماشيه مزايده شديد يعني. الاسعار دي قصه براها. يعني احنا حتى هسه في تجهيز العياده ذاته الاجهزه، اشترينا الاجهزه الضروريه، مثلا اشترينا جهاز بتاع رسم قلب، اشترينا جهاز بتاع تعقيم ادوات الجراحه الصغيره، اشترينا جهاز بأجهزة بتاعت قياس الأكسجين في الدم. ده احنا أول جهاز جانا كان تبرع، جهاز كان ب3000، لما جينا اشترينا الحوجة إنه يكونوا 5 أجهزة مثلا عندنا، كان الواحد بيقى ب10000، يعني من 3000 بيقى ب10000. يعني جهاز رسم القلب وهنا ينبوبة الأكسجين والعدد الكبير من الأشياء أدوات الجراحة، كل هذه الأشياء يعني ما بسيطة، أنا أعتقد أنها بالعكس أشياء مهمة منقذة للحياة. أنتوا قمتوا بدور كبير جدا وعظيم جدا في شنبات، إحنا كان مخفي علينا ما عندنا به أي علم، نتمنى يكون الرسالة وصلت للناس، يعني عسى ولعل كل منطقة تهتم بأهل منطقتها. طيب ماذا عن ورشة التوعية في دار المعاشين بالحاج يوسف؟
طيب دي نقله ثانيه يبقى براها. ايوه ده كان الشمبات للحجوس. ايوه دي كان ايام ذاته احنا بنطلع ورش بتاع التوعيه، يعني هسه دي حاليا احنا وقفت. دي كلها كانت قبل رمضان. احنا لما بدينا يا هو ورش التوعيه اللي هو ده كله شغل بيتم، يعني اغلب المباريات بيكون لجان المقاومه. يا هو عرفوا انه احنا شغالين بنقول لها تعالوا اشتغلوا لنا، بنحاول تغطوا منطقه بحري عموما يعني. فقمنا مشي الناس مشت اشتغلت في الورشه هناك، اشتغلوا لهم ورشه بتاع التوعيه وتقريبا شالوا كام معقمات ليهم. وزي الحمله دي يعني دي لانه مشينا احنا، يعني في اغلب الوقت بيجونا ناس المنطقه بس بيشيروا مننا معقمات ويمشوا يعني. في اغلب الاوقات يعني. جميل. استاذ امل، يعني الاضافه الان احنا امام جمهور عريض جدا من المشاهدين لشمس الثوره السودان اللي بتابعونا الان على الهواء مباشره، الداعمين سواء كان من شمبات او اهل شمبات. احنا بنتكلم عن مكافحه جائحه، اذا شمبات شفيت تماما الجوار بيشفى تماما، فعايزين نشوف يعني شكل الدعم. هل عندكم ارقام معينه للتحويل البنكي، ارقام وكله هنا في السودان بيستقبلوا كل الصرافات او التحويلات الخارجيه؟ خاصه انه ما لاهل شمبات فقط، وانما يعني لكل السودانيين يعني حابين العياده والحياه الطبيعيه حابين يساعدوا يعني. في من الاول في كان رغم الحساب البنكي استخدمت الحساب بتاعي انا. في بعد ذاك مثلا في منطقه شمبات ذاتها شماليه شرقيه جنوبيه غربيه، في كل واحدة منهم في زول هو ممثل بيستلم التبرعات. التبرعات من برا بتجي عبر زول واحد، يعني كله ناس منطقة مثلا أبناء شمبات في أمريكا ديل أيمن إسحاق ما أعرف كده، كله ناس منطقة هم عندهم زول بيجمعوا عنده التبرعات وبعد ذاك بتتحول عندنا. عندكم حساب بنكي يعني؟ عندنا حساب. كم حافظه؟ أيوة حساب. يلا يعني 122 42 59 بنك الخرطوم فرع البرلمان. ثاني ممكن تقولي 122 42 59 الحساب باسمي انا امل تاج الدين، بنك الخرطوم فرع البرلمان. نعم. ده حساب دعم مبادره شمبات ضد الكركنه. احنا شاكرين لك كثير جدا يا امل، وشاكرين لكل اهالي شمبات واهالي المنطقه الحريصين والغيورين على منطقتهم. ان شاء الله ربنا يعني يسلم شمبات وكل بقاع السودان من هذا الوباء هذه الجائحه. شكرا جميلا استاذ امل تاج الدين الجيلاني منسق وامين مال مبادره شمبات ضد الكورونا. في اضافه ثانيه صغيره اقولها عن العياده ذاتها، انه اساسا الصيدليه دي كانت شغاله لها سنين، دي تجربه ثانيه اسمها بنك الدواء اللي هو كان الدواء في البيوت المتبقي بيجي بيتفرز هنا في العياده وبيتم توزيعه مجانا. جميل. احنا جينا هسه قعدنا معاهم في حتتهم فدعمنا الصيدليه، يعني جبنا ادويه المنقذه للحياه دي على اساس انها تسير العياده. في ضوابط العياده انه ما في زول بيجي يشوف طوال المعمل ولا كده، انه لازم تلاقي الطبيب يشوف الحاله بعدك هو يحدد انه على العلاج. يعني هسه الحمد لله عندنا كميه من الاطباء العموميين شغالين، بقى عندنا اخصائيين بيجونا ذاتهم. يعني هسه متعاون معنا من ابناء شمبات الدكتور وليد مختار اخصائي عظام، دكتور محمد عبد الحليم اخصائي جراحه. في هسه في الاسبوع ده حيكون في عياده بتاعت عيون يوم الثلاثاء تقريبا، بس بيكون العدد بسيط يعني لما يكون للاخصائيين. عيون تتم ماني غايب. تفضلي طوال. دكتور امل شاكرين لك والله. والله العظيم بصوتنا نحن مقدرين جدا المجهود. احنا لما نتكلم عن عمليه البناء حنبنيه، ونحن بس الحد نشيله شويه نبنيه طوال يا جماعه، وده المجهود الكبير. يعني ما شاء الله تبارك الله، حتى شمبات يعني غير المبادرات المجتمعيه الان في ظل جائحه كورونا، حتى على المبادرات الانسانيه والمجتمعيه نحن شهدنا انه الزوايا تكاليف وحاجات وتفاصيل كانكم الاسبقيه. في مبادرات كثيره عايزين نحيكي بصوتك الزوايا تحديدا يا جماعه الفتره دي كده يعني استغلوا الوقت. فعلى العموم بصوتنا نحن بنشكركم جدا على كل مجهوداتكم الطيبه، وان شاء الله دي رساله تصل لكل لجان المقاومه في كل الاحياء عشان برضه الفكره تصل. صحيح. ده الدعم الكلي. مقدرين جدا استاذ امل تاج الدين الجيران منسق وامين مال مبادره شمبات. شكرا جزيلا. الله يسلمك. انا عجبني جدا اهتمامك، ويعني لما اعرف تفاصيل المبادرات عندهم مبادرات عجبني. اي والله يعني هي بتنتشر على نطاق واسع وبتلقى القبول والاستحسان من قبل الناس. الاهتمام ذاته بياخذك للتفكير، انت فاهمني؟ التفكير بس كده.